هذا مخبز والله الزينة حلو عندهم، يصفون شوفوا يصفون مثل المحلات اللي دبلوماسي مع الدبلوماسي والشغلات هذه، شوفوا أكلهم غاية الروعة قدام عينك يسوون شغله، حركات والريحة في الحقيقة تشق الخشم شق، شيء جميل جدا. شوفوا حركات هذا فوال القرموشي عندهم، فوال الطائف تكسر على ذول، ياخذون فطورهم معهم بكويشة وعلى الدوام بدوا. ها هذا تقاطع تشين تشاو مع شي بوشو. بسم الله طلعنا الفندق يعج بالحياة، هم سبحان الله تبدأ حياتهم بعد الساعة 9:30 انتظرت حقون التليفونات اللي مقابليننا دولة اللوحة الحمراء، رحت لهم لقيت عندهم الانترنت 24 جيجا 6 شهور بحوالي 380-400 ريال، والله ما هو رخيص، كانوا أرخص من كذا ما أدري إيش جاهم والله. بعدين يوم سووا لي البطاقة حطيتها، احجبت المواقع جوجل وما جوجل وجوجل ماب، هذه نحتاجها كثير، قلت معليش كنسلوها، والله كنسلوها ورجعوا لي فلوسي. عاد بشترك مع الاتصالات السعودية 10 جيجا ب350 أضمن لي وأعمل لي، لو زادت علي بالمجموع 100 ريال بسلام. ركبت المترو أخذ إلى محطة ثانية وبعدين أنزل منها أركب أغير المترو يوديني إلى قبل المعرض ب650 متر، رايح المعرض الشاهي. أنا شوفوا هذا اللي قدامي البرنيطة حقتها فيها مروحة فنون. ما كنت ناوي أروح اليوم المعرض لكني لقيت معرض ثاني وقام في بكين يصلح الناس كثير عندنا، خصوصا حقون البر والقنص يصلح لهم، بس خلنا نتأكد انه موجود وانه يسوى وعلمكم فيه. هذا البدروم الثالث ننزله، انا بحديقة الحيوان، خلنا نشوف هنا ولا هنا. لا ما هو هنا، ما هو حطت حديقة الحيوان. هذا جاء القطار، ايوه هذه زين. يلا بعدين امشي له حل كيلو الى المعرض. القطار في هذه تولع حسب اتجاه القطار، لان احنا ركبنا هنا بعدين، لا عفوا ركبنا هنا بعدين كل ما مشى تولع، الان يمشي يقول لك وقفت هنا، هذا اتجاه القطار، يمشي لين هنا أنا أنزل في زوم ويستمر عليه. وهذا في الحقيقة رشادات جميلة ومتطورة مرة. وصلت محطة حديقة الحيوان اللي جنبها معرض الشاهي. طبعا في القطار إذا تحرك القطار من نقطة المترو من نقطة يقول لك نروح للمحطة الفلانية اللي جاية المحطة الفلانية، وقبل لا نوصلها يقول لك ترى وصلنا المحطة الفلانية تجهز. هذه حديقة الحيوان وفي هنا أشياء بحرية وفي عندهم شغلات هنا كثيرة في المنطقة هذه. وصلنا المعرض، هذه الدعاية حقته انترناشونال يقولون، وهذه صالة المعارض شوفوا الضخامة حقتها، لازم نسجل بعدين ندخل، يعطونا هذه اللي نعلق على صدورنا وبعدين ندخل. دخلت أعطوني هذه، دخلت هذه النافذة، طبعا في باب رئيسي في باب على اليمين وفي باب على اليسار. أنا أحب تياما ندخل مع الباب اليمين
الله يكتب لنا في صفقة رابحة، قولوا آمين. أول معلومة جديدة أكتسبها، هذا مو لي إخوة، مو لي إخوة. هذا مو لي إخوة، اللي خبري أنا بالمو لي إخوة من أنخوي هوان شان، بس هم يقولون من كويزو. هذه معلومة جديدة. هذه ملابس منطقة كويزو. نالي كويزو تقشي متفان كوين من كويزو. هذه ملابسهم، ها ماخذينها منا، يمكن أجدادهم عرب. هذه سواهيهم نفس اللي تو رحت لهم. هذول من كويزو، من كويزو نفس المنطقة حقت اللي تو صورتهم، بس قبيلة يختلفون، قبيلة مختلفة. والله عجيب. هذول نفس المنطقة اللي تو صورتهم، لكن هذول قبيلة مختلفة عن القبيلة الثانية. ني من شما من ذا؟ تامن؟ اسمع، هذه اسم قبيلتهم نيمن؟ توجايو. تامن؟ سمعت القبائل. السلام عليكم. هذه آلة تسوي شاي الخيط. الخيط هذا هو الحالة، والورق العلاق هذا هو، تجمع هنا وبعدين يسوي ينزله تحت ويربطه مع الورقة ذي، ثم يكيسه في أكياس زي هذه، ثم يدخله في الكراتين. هذه قيمتها 84,000 دولار في الصين غير الشحن وما الشحن. يقول تنتج 120 حبة في الدقيقة، تشتغل 24 ساعة شهر كامل ما في مشكلة. هذا شاي أسود إيكونجين. هذا الكيلو ب1200، شاي أسود حق يونان. تيقى وهذا ب900 أسود. هذولي من يونان كومينغ منخاي. شوفوا أنواع البور، هذه أول مرة أشوفها. هذا ترجمته قالته بالمترجم طلع رأس العجوز القديم، وهذا رجل السلطعون. طبعا شكل الترجمة غلط، هم نفسهم اللي عندهم الشاي الغالي الأحمر. هذا ما أدري إيش شكله، مهروس مطحون ومسوى مثل البقلاوة مثل الحلقوم. هذا سكر بني، شكل السكر البني الطبيعي. هذه كلها أنواع بور. طبعا لو بقعد أعرف من كل مكان، من كل واحدة بعرف علومه كلها، يبي لي شهرين. هذا مقطع لأصحاب القهوة، شوفوا الفناجين. نيها تيجا تواجه يعني؟ سباي إيجا 400 تيجا إيجا. هذا ب400 يوان. هيا تيجا تبين السامباي. تيجا سامباي 300. هذاك ب400 يوان. هذا القسم كله تايوان. هنا والظاهر اللي ورا بعد. شوفوا قدور النحاس، شوفوا هذا، شوفوا شلون نظيف. شوغو نحاس. في حفر حلو. هذه أشكالها من 1500 يوان وان طالع. شوفوا هذا شلون ما تقول. تيجا تواشي ها؟ شغل نظيف. براريد حديد صينية 5,860، 4,260.
1750 هذولي على 100 عشان بعض الناس يسألون شو الفرق في السوق بكذا وكذا. هذا محل واحد عنده هذه الأسعار 4200 5100 وانت نازل وهذه بمية. شوف أكبر بعد حجامها أكبر. فالمادة تختلف، الكواليتي يختلف، الصناعة تختلف. اللي يحبون القواعد حقت التسخين شوفوا هذه، هذه كهرباء. هذه الكاسة 6800 كاسة، ها شوفون 6800 هي عندها. شوفوا الآن كيف نشوفها الآن. هذا الكاس هذا فيه مثل الميكروسكوب، تناظر فيه تشوف شيء ثاني. هذه مادة المصنوعة منها اللي ما تشوف في العين. هذا براد على شكل قرعة، قرعة شوف. هذا الفنجان مقلوب وهذا براد ثاني وهذا براد. هذا 8800 يوان. هذا محل تايواني، شوف نوعية صاحب المحل شكله ولبسه. شوفونه، شوف البراد تايوان. ها all this تايوان. ها this is yours yours place you made by your hand. oh very nice. هذه حركة معتادة يسوونها، يوريك صفاوة المادة. يسوون كذا يطلعونها على اللمبة عشان تشوف صفاوة الكاس. فهذا يعد نوع من الثقة بالمادة. تقت واش يعني؟ هذه 500 ذا. أوباي ليانغا. إذا أخذت الاثنين يجيك 350 شغل يده. هذا الشاه اللي مثل الكرات من منطقة أنخوي هوانشان. أنخوي هوانشان يعتبر من 10 الأنواع المشهورة في الصين. يسوونه يصفونه صف، طريقة إعداده صف صف، يجيبون زي الكرات الحب. هذا معروضات كينيا. كينيا جايين عارضين بذا، يعرضون الشاي الأسود. هذا كينيا جايين الصين يعرضون الشاي، والله واثقين من أنفسهم. مصورين الماساي، ما الظاهر هالماساي ذا، ما كل من ذا بغى ينشهر راح لمهم. هذا سوى شاي أحمر صبه له، ما أخذت منه 10 ثواني. هذا الصب الثاني هالحين. عشر ثواني. هذا شربهم للشاي الأحمر. 10 ثواني، 20، ربع ثان دقيقة بالكثير. والحين تقهوى يقول. خ. يلا كل يقول يشرب. هذول قبيلة ثالثة اسمها هاني زو، يقولون هذا الشجر لهم. هذه الشجرة عمرها 1000 سنة، وذيك شجرة، وهذه شجرة، ها وهذه شجرة، مصورينهم وحاطينهم على 1000 سنة يقولون. تقول أشرب مصيل، ما في أي طعم، أي طعم. هم إذا شربوه قال يعني مكيف مرة. نجاملهم. طبعا الصين فيها 55 قومية، 90% من السكان قومية واحدة، و 10% 54 قومية. القوميات هذه يعني عدد السكان 90% قومية واحدة، اللي هم قومية الهان اللي معروفين ذولا. و شو اسمها الباقي 54 قومية. الصين ما مسوية نظام، القومية الرئيسية ما يسمحون لهم يتوالدون أكثر من واحد، وما القوميات الصغيرة إلى 2 ما في مشكلة.
بعض الناس يهرب يجيب ثلاثة أربعة يغرمونه إذا ما دفع غرامة دفعوه حرموا ولده من المدارس وحرموا ولده من كل شيء ما يسجلونه يعني يصير بدون يعني تقريبا نفس الفكرة. هذا أنا حس بهاون صيني لكن شوفوا طلع إيش هذا حق عزف موسيقى مدري وش أحس بهاون فرحت قلت حقون البر يستفيدون زي الجرس يا ساتر. هذا عنده حركات غريبة كلها الشغلات ذي من المعدن هذه مباخر كل ذي مباخر هذا هذا مباخر شوف هذا الحصان العجيب ما ادري هو جراده ما ادري حصان هذه شغلات نسائيه شوفوا ها قولوا رجالكم يشترون لكم ملبس تلبيس من الصدف هذا صدف اللي هو هذا يشيلون من هذا ويلبسون هنا اشياء كثيره لوحات والله يا اخوان تفتق علي المعرض كل ساعة طالع اللي فتق شوفوا ها وفتقنا اطول من فتق نغطي نواصل يلا تستاهلون والله.